إلهنا لك الحمد على ما مضى، لك الحمد على ما بقي، لك الحمد على ما تبدي، لك الحمد على ما تخفي، لك الحمد على ما تأخذ وتعطي، لك الحمد على ما تبلي وتبتلي، لك الحمد على ما كان، لك الحمد على ما يكون، لك الحمد على كل حركة وسكون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. يا الله، يا الله، زيننا بزينة الإيمان، زيننا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. إلهنا، جودك دلنا عليك، إحسانك أوصلنا إليك، نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك ما لا يعسر عليك. إلهنا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حائرا إلا دللته، ولا ضالا إلا هديته، ولا بعيدا عنك إلا قربته، ولا والدا إلا أكرمته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عزبا من الرجال والنساء إلا زوجته، ولا زوجا إلا أعنته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، وجنتك أدخلته، ولا حزينا إلا أسعدته، ولا غريبا عن أهله إلا رددته،
ولا حقا غائبا إلا بقدرتك أعدت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ظالما إلا قصمت، ولا كثيرا إلا جبرت، ولا عسيرا إلا يسرت، ولا فقيرا إلا أغنيت، ولا بيتا من بيوت المسلمين إلا بالسعادة ملأت. يا الله يا الله، يا من أنت أعلم بحوائجنا منا، اقض ما في علمك من حوائجنا. اللهم إن من بين هذه الصفوف من الرجال والنساء من ينتظر فرجك. فرجك يا رب، فرجك يا رب. اللهم إنه قد طال عليهم أمد، قد طال عليهم أمد البلاء، واشتدت بهم اللأواء، وليس لهم ناصر سواك، وليس لهم معين عداك. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، عجل الفرج لنا ولهم، عجل الفرج لنا ولهم، عجل الشفاء لنا ولهم. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم حرم هذا الجمع على النار، حرمهم على النار يا الله، حرمهم على النار يا الله، ووالدينا وأهلينا وأهلينا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، تبنا إليك، تبنا إليك، عدنا إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارحم أبانا زايد بن سلطان، اللهم ارحم أبانا زايد بن سلطان، واجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم وارحم الشيخ مكتوم ومن انتقل إليك من حكام الإمارات. اللهم بارك لنا في ولي أمرنا، اللهم بارك لنا في ولي أمرنا، تحنن عليه، تكرم عليه، جد عليه. اللهم إنا نشهدك أنه أحسن إلينا ورعانا وأعطانا
وأسعدنا. اللهم أسعده بالعافية يا ربنا. اللهم وفقه ونائبه وولي عهده الأمين وحكام الإمارات لما تحبه وترضاه. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا ومرابطينا، وتقبل شهداءنا، أدم علينا أمننا، بارك لنا في إماراتنا، واكفنا واكفنا شر من أرادنا. اللهم صل وسلم على نبيك ومصطفاك وحبيبك ومجتباك وعلى آله وصحبه ومن والاه ووالاه.